رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني ترأس أمس الاثنين بالرباط أشغال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة العليا المغربية القطرية المشتركة. وشكلت هذه الدورة مناسبة لإجراء محادثات مكثفة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعكست هذه المباحثات الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير وتنمية العلاقات الثنائية وإعطاء التعاون بين البلدين الشقيقين دينامية جديدة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر. وبهذه المناسبة جدد الجانب القطري دعمه لمغربية الصحراء مشددا على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية، منوها في الآن ذاته بالدور الريادي لجلالة الملك في تثبيت دعائم التنمية المستدامة وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والنماء. من ناحية أخرى ثمنت اللجنة الخطوات الهامة التي قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعت إلى الإسراع في العمل على تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية انطلاقا من منظور جلالة الملك محمد السادس الذي أعلن عنه في خطابه أمام القمة المغربية الخليجية المنعقدة بالرياض في أبريل من سنة 2016 والذي لقي في حينه تجاوب قادة دول المجلس. وتوجت أشغال اللجنة العليا المغربية القطرية المشتركة بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج عمل تهم المجالات الفلاحية والتجارية والنقل والإسكان والقطاع المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية.